السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين. الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرحها لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدوا منها بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع كيفية معرفة إذا كان الجسم تعبان أثناء التمرين أو تحس أن جسمك ما قاعد يستجيب معاك نفس ما كان بالسابق أثناء التمرين، يعني الشعور بالتعب الشديد. طبعاً في عندك حمض يسمى اللي هو اللاكتيك أسيد الموجود في الجسم، ممكن يكون منتشر بصورة كبيرة عند الشخص المرهق والمتعب. نتيجة هذا الحمض يزيد عند الشخص أو يرتفع عند الشخص بسبب أن التعب الزائد وعدم راحة الجسم وعدم النوم الكافي، والتمرين يكون في إرهاق شديد، وكذلك التمرين يكون قوي بصورة عالية. فبالتالي تحتاج كيفية التعامل معه وكيفية تقليل هذا اللاكتيك أسيد اللي تسبب حق الشخص نفسه. أول شيء طبعا كيفية معرفته، تعرف من الشخص أثناء ممارسته للتمرين وأداءه الرياضي ما راح يكون على أكمل وجه. الشخص نفسه يكون مرهق أثناء التمرين، عدم انقباض العضلات أثناء التمرين، عدم شد العضلات أيضا، عدم استجابة العضلة للتمرين نفسها، هذا كله بسبب ارتفاع هذا الحمض. فهني راح تعرف أن الشخص تعب وممكن يكون ارتفع عنده لاكتيك أسيد، فبالتالي لازم يتعامل معه بصورة صحيحة على أساس يقدر يقلل من هذا الحمض قدر الإمكان. الطريقة الصحيحة، أول شيء عندك أنه لازم يقلل من التمارين تدريجيا، يعني ما يقطع التمرين بصورة مباشرة أو بصورة واحدة، هذه الطريقة خاطئة. الطريقة الصحيحة أنه يقلل من التمرين تدريجيا، سواء بالوزن سواء في عدد الجولات، فبالتالي هني راح يقل معه وأيضا راح يقل الإرهاق. وكذلك عقب ما يقلل من التمارين تدريجيا يلجأ إلى الأيام الراحة، يأخذ أيام راحة. أيام الراحة هذه المقصود فيها أنه ما يتمرن أي رياضة أخرى، يعني ما يروح يمارس رياضة القدم أو كرة الطائرة أو مثلا رياضة فيها جهد عالي أو مثلا رياضة البادل، لا، خلاص يريح نفسه قدر المستطاع، فقط الأكل والنوم وكذلك الراحة على أساس العضلات تأخذ الاستشفاء العضلي بشكل كامل وبشكل كبير. وأيضا يلجأ إلى اللي هو المساج، المساج اللي هو الديب تيشيو مساج أو السبورت مساج، اللي هي تساعده على طرد هذا اللاكتيك أسيد اللي تسبب حق الشخص وطرد التوترات وكذلك الإرهاق اللي تسبب لها العضلات، وأيضا إراحة العضلات وأيضا توزيع الدم بشكل كامل، وأيضا اللي هو يساعده على أنه يمشي الدم بالشرايين بصورة صحيحة. إذا كان عنده مثلا الشريان يحتاج أن الدم يضخ بشكل كبير، فبالتالي المساج راح يساعده على اللي هو إيصال الدم بصورة كبيرة، وكذلك راح يساعد على تفكيك العقد العضلية اللي تمنع اللي هو تحرك الدم بصورة صحيحة. فبالتالي لما تفكك العقد العضلية راح تلاحظ بعد ما رايح جسمك، بعد ما لجيت لجلسات المساج راح تتمرن، راح تحس أن الجسم في بمب عالي، في شد عالي، في اللي هو انقباضات عالية للعضلات بسبب أنه تخلص من اللاكتيك أسيد اللي كان موجود في الجسم. وهذا إن شاء الله كان موضوعنا اليوم. إن شاء الله أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح أقدم لكم مجموعة تمارين، والتمارين هذه عبارة عن تمارين هيت أو تمارين تساعد على حرق سعرات حرارية عالية، وكذلك راح تساعد على التخلص من الدهون وترفع من اللياقة البدنية مع دامبلز الموجود جانبي اللي راح يساعدني في
التمارين. طريقة التمرين الأولى راح تكون كالتالي، اللي هو عبارة عن تمرين البوش أب هي الدامبلز زائد تحريك الرجل. طريقة التمرين الأولى راح تكون كالتالي، ثبت جسمي بهذه الطريقة، أنزل أصعد، لاحظ هذا التمرين راح يساعدني على استهداف عضلة الصدر، ونوعا ما عضلات الأكتاف راح تكون عضلات مساعدة وعضلة التراي، وأيضا تحريك الرجل راح تتحرك معي عضلات الرجل. فبمعنى خدمني التمرين في تحريك أكثر من عضلة في وقت واحد، مما يساعد على زيادة نسبة الحرق. عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات. مرة ثانية أبين لكم التمرين، 1 2 3 4 5. هذا التمرين الأول. بالنسبة حق التمرين الثاني راح يكون كالتالي، راح يكون استهدافه حق عضلات الأكتاف وكذلك عضلات البيطان. لاحظ أحرك بهذا الشكل وبهذه الطريقة، تمرين جدا سهل ما يحتاج جهد عالي، فقط يحتاج أنك تلعب التمرين بهذه الطريقة. طبعا بالنسبة حق عدد التكرارات ما تكون فيها عدات معينة، يعني هذا التمرين ممكن تلعبه لمدة دقيقة أو لمدة مثلا دقيقتين حسب لياقتك البدنية في 3 جولات. التمرين اللي بعده راح يكون استهدافه حق عضلات الظهر. لاحظ رجل إلى الأمام ورجل إلى الخلف، أنزل بهذا الشكل وبهذه الطريقة، وأيضا أثناء النزول راح أنزل بالرجل نوعا ما، فبالتالي راح تتحرك معي عضلة رجلي بهذا الشكل. لاحظ أحاول قدر المستطاع أني أكرر بهذا الشكل أيضا الرجل الأخرى بهذه الطريقة. لاحظ هذا التمرين أيضا لمدة دقيقة أو دقيقتين حسب اللياقة البدنية، أو تقدر مثلا 20 تكرار في 3 جولات. التمرين اللي بعده راح يكون كالتالي، راح أخذ دامبلز بهذا الشكل، أنزل أصعد بهذه الطريقة. لاحظ هذا التمرين راح يستهدف لي عضلات الرجل الأمامية زائد عضلات الأكتاف. لاحظ طريقة التمرين بهذا الشكل، عدد التكرارات تكون 15 تكرار في 3 جولات. وهذه كانت تماريننا اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منها. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.